اهلا بكل متابعين يوم سعيد. النهارده هنتكلم عن الحاله الفلكيه ليوم الاربعاء 21 اغسطس، وهنشوف تاثير الحاله الفلكيه خلال اليوم ده هيكون ايه على كل الابراج. النهارده القمر موجود في برج الحوت، واليوم بيبدا والقمر في الحوت وبيفضل طول اليوم في الحوت. كمان اليوم بيبدا وكوكب اورانوس موجود في برج الثور، والمريخ والمشتري الاثنين في الجوزاء، والشمس موجوده في الاسد، وفينوس في العذراء، وعطارد بيتراجع في برج الاسد، وبلوتو بيتراجع في برج الدلو، وزحل ونبتون الاثنين بيتراجعوا في برج الحوت. كمان في اليوم ده القمر اللي موجود في برج الحوت بيتنافر مع كوكب فينوس اللي موجود في برج العذراء. فخلينا نشوف الحالة الفلكية بالشكل ده هتأثر ازاي على 12 برج. نبدأ ببرج الحمل. مواليد الحمل النهاردة التنافر الفلكي بيصيب منازل الصحة بالنسبة لكم، يعني ده معناها انه الطاقة البدنية ما هياش كبيرة، فانتم محتاجين انكم تنظموا جهودكم وتاخدوا وقت كافي من الراحة وما تضيعوش طاقتكم في شيء ملوش لازمة بما انه الطاقة ما هياش كبيرة. كمان ضروري النصيحة المعتادة اللي بقولها لكم انكم تعملوا كل حاجة في كتمان، ما تتكلموش عن خططكم، ضعفوا الانتباه للنصيحة دي اكتر النهاردة، وحاولوا انكم تبعدوا عن العيون وتبعدوا كمان عن الفخر بنفسكم. نروح بعد كده لبرج الثور ومواليد الثور. القمر بيدعمكم في منزل العلاقات، وده منزل او منزل الاصدقاء، وده منزل كمان المشروعات. ففي الشغل تقدروا انكم تعملوا تنمية لمشاريعكم لو عندكم مشاريع خاصة، وكمان تقدروا انكم تحصلوا بسهولة لو انتوا في وظيفة تعرفوا تحصلوا على دعم من زملاء او رؤساء في الشغل. يوم كمان هايل بالنسبة لكم للخروج مع الاصحاب، فتقدروا انكم تأثروا جدا في اصحابكم، وكمان تعرفوا تلاقوا اصحاب مخلصين بيقفوا جنبكم ولو بنصايح مخلصة. نروح بعد كده للجوزاء ومواليد الجوزاء. عندكم القمر موجود في منزل معاكس الحقيقة، في منزل العمل السلبي، فده معناها انه مواليد الجوزاء لازم تشتغلوا بدقة، لان ممكن تكونوا عرضة لضغوط كتير في الشغل، او حد عايز يوقعكم في اخطاء او يمسك عليكم اخطاء، فلازم تحافظوا على الدقة جدا في شغلكم، وتراجعوا كويس خطواتكم وتنظموا اولوياتكم عشان تعرفوا تتغلبوا على اي شعور بالتشتت قدام الضغوط. كمان مهم جدا انكم ما تنفعلوش بسرعة قدام اي استفزاز. نروح للسرطان ومواليد السرطان. عندكم يوم من افضل الايام بالنسبة لكم خلال الشهر ده. عندكم القمر في منزل الحظ بيديكم بصيرة وإصرار أكتر، وتعرفوا أنكم توصلوا لأهدافكم، وكمان تاخدوا قرارات سليمة في كل حاجة بتعملوها. يوم كمان بالنسبة لكم هايل في تحصيل المعلومات، تقدروا لأن عندكم تركيز أكتر، فده يخليكم تحصلوا معلومات أكتر، ويكون عندكم كمان استعداد للمعرفة أكتر، وده هيساعدكم تعملوا تطور في مجالكم المهني. نروح للأسد ومواليد الأسد. عندكم في تنافر فلكي في منازل المال، فلازم تاخدوا بالكم من مصاريفكم، وتاخدوا بالكم انكم تراجعوا كويس قراراتكم المالية. يوم مش مناسب أبدا لأي مغامرات، سواء في بيع أو في شراء، فحاولوا انكم يعني تدرسوا وتخططوا بحكمة.
نروح للعذراء ومواليد العذراء، القمر في مواجهتكم، لازم تاخدوا بالكم من حقوقكم كمان في النواحي القانونية، تكونوا ملتزمين لأن أي مخالفات في القانون أو في المرور هيبقى سهل اكتشافها. ضروري كمان أنكم تتجنبوا توقيع الأوراق والعقود في اليوم ده، وزي ما قلت ما تغامروش لا في بيع ولا في شراء، ولو متجوزين يبقى تاخدوا بالكم جدا ما تدخلوش في أي مناقشات تعمل لكم صدام مع شركاء الحياة. نروح بعد كده للميزان ومواليد الميزان، عندكم في تنافر فلكي في منازل الصحة، ده يتطلب منكم انكم تاخدوا وقت كافي من الراحة، لازم تبقوا عارفين ان الطاقة البدنية ما هياش كبيرة، فبلاش تتحملوا على نفسكم في اليوم ده، وكمان مهم جدا انكم تنظموا جهودكم وما تضيعوش طاقتكم في شيء ملوش لازمة، وما تبخلوش على نفسكم بوقت للراحة. نروح للعقرب ومواليد العقرب، عندكم القمر في وضع داعم في منزل الحب، بيديكم طاقة عاطفية وتعرفوا تأثروا جدا في الشخص اللي انتم مرتبطين بيه، هيكون عندكم وقت حلو تستمتعوا فيه بحياتكم العاطفية ويبقى فيه توافق وانسجام أكتر. لو مش مرتبطين كمان ممكن يبقى فيه فرص حلوة للارتباط. كمان مواليد العقرب لو عندكم أولاد هو يوم حلو في التواصل مع أولادكم بشكل أفضل. برضو أقدر أقول إنه العقرب في الشغل عندكم طاقة بدنية تساعدكم تنجزوا شغلكم على أكمل وجه. نروح للقوس ومواليد القوس، القمر في وضع معاكس معاكم، فلازم تاخدوا بالكم في كل التعاملات مع كل اللي حواليكم انكم تحافظوا على اللباقة، ممكن تكونوا بتميلوا للعصبية وللانفعال بسرعة اكتر في اليوم ده، وكمان بتميلوا للعند، فحاولوا انكم تفرملوا رغبتكم في العند والتمرد في اليوم ده، حاولوا تكونوا صبورين، وكمان قوموا اي مشاعر سلبية بتسيطر عليكم زي شكوك، ممكن تكون ظنون ملهاش اي اساس من الصحة، فحاولوا انكم يعني تقاوموا المشاعر السلبية عشان تعرفوا تستمتعوا بوقتكم. نروح للجدي ومواليد الجدي، القمر في منزل العلاقات، بيديكم لباقة ودبلوماسية أكتر وتقدروا تقووا علاقتكم بكل اللي حواليكم، فما ترفضوش أي دعوات اجتماعية أو عائلية أو مهنية توجه ليكم، لأنه من خلال العلاقات ممكن تظهر لكم فرص كويسة. عموما هتعرفوا تتصرفوا حلو في كل المواقف. الدلو بعد كده، نروح للدلو والقمر في المنزل الثاني، وفي تنافر فلكي في منازل المال، فده معناها انه لازم تاخدوا بالكم علشان ما تقعوش في اي اخطاء في القرارات المالية بالذات، يعني يوم مش مناسب للمغامرة في بيع او في شراء، وحتى في الشغل لازم تراجعوا كويس خطواتكم عشان ما يحصلش اي اخطاء او خسائر. نروح للحوت ومواليد الحوت، القمر في برجكم طول اليوم بيديكم منتهى السحر والجاذبية، وعندكم ثقة بالنفس وتعرفوا انكم تفرضوا سيطرتكم بمنتهى الذكاء، وكمان تعرفوا تلفتوا الأنظار ليكم وخصوصا أنظار الجنس الآخر. إن شاء الله يكون يوم حلو على كل الأبراج، وبكرة فيديو جديد ويوم سعيد.